مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بتفطون معي أنا فاطمة الجاوي. إذا كانت المرة هذه أول مرة تشوفوني فيها فلا تنسوا تروحوا تشوفوا البرومو عشان تعرفوا شو الحكاية وشيكوا على الحلقات السابقة. قبل ما أبدأ معكم الحلقة حاب أقول لكم إن الحلقة هذه آخر حلقة في السلسلة. بعد هالحلقة راح تنزل حلقتين وبعدها شهر 5 راح أخذ إجازة بس ما استقلت لسه ترى. أوكي. إن شاء الله بإذن الله راح أرجع بسلسلة جديدة. متى؟ ما أعرف. عشان كده أقول لكم أضغط زر الجرس عشان تجيكم التنبيهات بحلقات السلسلة الجاية. يلا نبدأ. كيف الحماس لتحدي الأسبوع؟ تحدي هذا الأسبوع إندور كارديو، الدراجة ثابتة وما أحتاج أعيد وأزيد قواعد الكارديو. ولا ما شاف الحلقة يروح يشوف حلقة الكارديو. إيش الكلمة في الأسبوع؟ كلاسات الدراجة الثابتة هي كلاسات جماعية تحت مسمى سبينينج أو سايكلينج أو جروب سايكلينج أو تيربو سبين أو جروب رايد. يعتمد التكنيك الكلي فيها على المدرب وكيف يصمم الكلاس والحركات والموسيقى. أشهر المصطلحات اللي ممكن تسمعيها في كلاس السبينينج اللي هي البوزيشن، هي عبارة عن الوضعيات اللي يصممها المدرب، وعادة كل استديو أو مدرب عنده 3 حركات أو وضعيات مشهورة ويشرحها في بداية كل كلاس. الكلمة الثانية الجيل أو اللسان الأحمر الموجود بالقرب من الشاشة. كل ما كان مرفوع لفوق كل ما احتجنا شدة وقوة أو ريزيستنس أعلى على البدلز عشان نحركه ضد التيار حق الجيل. كل ما كان على تحت كل ما احتجنا شدة أو قوة أقل. موجود أيضا شاشة صغيرة، هذه الشاشة تتعرف فيها على أشياء مرة كثير، من ضمنها كم كالوري حركتي، قديش القوة اللي بذلتيها، والوقت والمسافة والشدة، وأيضا شوفي منها كم لفة في البدلز لفيتي. قبل لا تبدأ تأكدي إنك تعدلي من طول المقعد بحيث إنك إذا وقفتي ما يصقع فيك المقعد وإنت تدرجي. لا تنسي تشربي موية مرة كثير، ولا تنسي تسوي ستريتشز قبل لا تبدأ وتسوي كول أوف بعد ما تخلصي. مستعدين للفلوق؟ يلا نشوف سوا. يا هلا والله، اليوم سبينينج أو سايكلينج، بس مستنية الكلاس الجو يطلع عشان احنا ندخل. تعالوا معي. Oh,
ويا هلا والله. ما نكذب على بعض، انا ماني قادر اجلس على كراسي زي الاوادم زي البني ادمين زي الناس، والسبب انه المقعد حق السبين سايكل مره قاسي وكثر الجلسه عليه يسبب الم، فاللي مو متعود عليه حيحس بهذا الالم ضروري، يحس بهذا الالم. فجدا طبيعي لما جيت اقرا عنه قالوا تسووا حاجه من اثنين، اذا ما تعودتوا عليه يا يعني انكم بتشتروا البناطيل هذه الخاصه بالسبينينج كلاس اللي فيها زي القطن، يا انه تشتروا المقاعد هذه اللي فيها حشوه قطن زياده، وشوفوا اللي يناسبكم واللي يريحكم واشتروه. انا بجرب كم كلاس ثاني وبعدين اشوف اذا ما راح الالم حاشتري واحد من الاثنين. بس الى هنا اكون وصلت معاكم لنهايه الحلقه. اكتبوا لي تحت في الكومنتات اذا قد جربتوا السبرينج كلاس وايش عجبكم وايش ما عجبكم، وهل صار لكم زيي ولا ما صار لكم زيي. اذا عجبتكم الحلقه لا تنسوا لايك وتشتركوا في القناه وتضغطوا زر الجرس ضروري، وتشاركوا هذه الحلقه مع اصحاباتكم البنات عشان يستفيدوا زيكم. تشوفوني في الحلقات الجايه. سلام.